عليها خلال السنوات الماضية مع المغتربين كانت بهدفين، يعني بتنطلق نحو هدفين. الأول اللي هو إيصال إنجاز وتميز السوريين اللي موجودين بكل نقاط العالم لأهل الوطن اللي هني أهلهم اللي هني أبنائهم أهاليهم، فهذا باتجاه داخل البلد. So I'm going to say it. She said that her message from her job is two goals from her to her message. First is just to know the achievement, what the Syrian who are living outside Syria did outside, and just to tell it to the people here inside Syria to know their achievements over there. And the other goals, الهدف الثاني كان هو الأهم والأعمق أكثر عمقا، اللي هو إيصال إنجاز السوريين وبصمة السوريين اللي موجودين كمان حول العالم للرأي العام العالمي، والعالم اللي ممكن يكون بفترة معينة أغفل أو غض نظر عن حضارة السوريين وعن إنجاز السوريين كمان للعالم نفسه، لا العالم الخارجي. انت قصدك العالم السوريين الداخليين؟ لا، السوريين اللي موجودين بالمغترب أي. انجازهم كيف نحن نوصله للعالم الاخر، لانه also we want yeah. also we want to let the whole world yeah. know the Syrian achievement outside Syria. Yes. اوكي. انا فكرت صراحه انه قصدك انه الداخلي، انه الانجازات السوريه الداخليه. المستهدف هو المغترب بالهدفين. Yeah. I'll let you get that.